ايه قول رايك كلوب يبدا 7 سنين جديده، فريق انا بحبه وخلاص في انحدار ليفانس، اليجري غالبا هو راجل بيتحدى بس هو هيمشي، توخيل هو الاسم اللي بيتكرر، لكن لو كلوب مش من معلش انا اسف، اندريا انيلي طلع رئيس النادي قال لك احنا مكملين، معلش. وانا باشعر بالخجل ان انتوا طيب. بتحملوا الموضوع لشخص واحد أنا هو أليجري. انا ضد فكره ان يورجن كلوب يرحل من ليفربول تماما، وانا مقتنع بفكره انه في الدوري الانجليزي، واحنا متابعين الدوري الانجليزي من زمان، يعني انه ارسنال مثلا مع ارسن فينجر كان عنده سنين عجاف، مانشستر يونايتد مع سير اليكس فيركسون كان عنده سنين عجاف. فانا بس دايما اقول انه مش سنه هتقع من يورجن كلوب يبقى المشروع كله باظ واتدمر، هو ممكن يعيد اعاده المشروع بعد هذه السنه اللي ممكن تبقى سنه عجافة على ليفربول، بس مشروع يورجن كلوب مع ليفربول ده مشروع ناجح جدا وكسر الدنيا. ازيدك من الشعر بيت. السنه اللي فاتت كان في ازمه لو تفتكر فاروق اسامي مع الملاك، في ازمه بين الجماهير والملاك. بالظبط. جيمي كارجر طلع قال لك، واحد اساطير ليفربول قال لك اي كلام من الاداره انها تتكلم على رحيل كلوب او حتى لو في سوء نتائج ما حدش يقدر ده خط احمر. فقالوا له ليه؟ قال لهم ده اقوى واحد في المنظومه. استغرب. المشروع مبني على يورجن كلوب. يورجن كلوب اقوى من ملاك النادي، عنده ظهير جماهيري مهما حصل، فبالتالي رحيله اعتقد حتى لو في ناس بتتمنى ده هيكون صعب جدا. انا اعتقد يورجن كلوب لو مشي من ليفربول، ليفربول هيعيش نفس ماساه مانشستر يونايتد وارسنال بعد رحيل سير اليكس فيركسون و بس يا كريم لحد ما يستعيد عافيته. انت بتتكلم صح جدا، بس هو برضو راجل اخر 14 سنه غلط، اللي انا بقول لك عليه اخر 7 سنة دي هو عنده مشكله فيها. طب اتعلم من اخطائك، ومعاه سكواد اقوى من اللي كان معاه في دورتموند او ماينز. فين هو المشكله؟ ممكن انا اتصور ان يورجن كلوب بيعمل نفس الخطا بتاع ارسن فينجر في رايي، يعني ان انا رهان ان انا هعرف اطلع لعيبه، انا هعرف اخش الماركت بارقام كبيره. التحدي بتاع بيب هو دايما سبحان الله، يعني هي دي طبيعه بشريه، انه في شخص جنبك بينجح بطريقه ما، اللي هو بيب جوارديولا بينجح بطريقه ان هو بيشتري اعظم لعيبه في العالم مع الكبسوله، صح كده؟ فيجي التاني يقول لك ايه، لا طب انا لو اشتريت اعظم لعيبه في العالم برضه هيتقل عليا شبه جوارديولا، لكن لو جبت لعيبه مش باسعار كبيره جدا ونجحت هيتقل عليا ان انا اكيد افضل من بيب جوارديولا. فربما يكون الهاجس النفسي ده طول الوقت موجود عند الناس، زي ما كان موجود عند ارسن فينجر وقت ما كان السير اليكس فيريكسون موجود مع مانشستر يونايتد. ده كلامك بالظبط يا كريم بيخليك تعمل قرارات ساعات غلط، يعني بالزبط. الانجليزي يقول لك ايه البانيك باي، ان انا ما عرفتش اشتري طول الموسم فبشتري في اخر يوم، اكتشف انه عايز لعيب وسط ملعب راح جايب ارثر وارثر اتصاب. يعني هو مش ده نفس فيجن. المدرب اللي قال ساعد بوجبا انا لو اشتريت لعيب ب 100 مليون مش هبقى موجود على الساحه، استسلم واشترى لعيب ب 100 مليون. انا مش معاك في فكره ان المشروع بالنجاح الرهيب دوري واحد في 7 سنين ليه يورجن كلوب هو اللي رجع ليفربول ماشي، انا بتكلم في دوري محلي، لكن السيتي على الجانب الاخر جوارديولا جايين من عناء، فالدوري ده برضو انا ما بقولكش ان هو ما نجحش، بس مش النجاح اللي هو يجي بعديه يبقى فيه فراغ. لا انا رايي مش زي السير وفي انا رايي اللي بيلعب قدام بيب جوارديولا تمام، اي خطوه او اي نجاح بيعمله بيبقى نجاح باهر. انا رايي يعني مثلا انا كنت من الناس اللي بشوف ان جوزيه مورينيو نجاح باهر مع ريال مدريد، عشان في عصر برشلونه الذهبي، وعشان عارف يكون فرقه وقت ما كانت ريال مدريد ده كان متدمر، خد بطولات بيه، والريال عاش عيشه كويسه بعد جوزيه مورينيو عشان اللي كونه جوزيه مورينيو، رمى الاساس. فالناس كلها بتقول ان جوزيه مورينيو فشل مع ريال مدريد، انا كنت شايفه ناجح جدا، نجح طبعا. وبالتالي انه لا كلوب انا مش شايف انه لازم يتقارن بيب جوارديولا، فعلا بياخد كل اللي هو عايزه. طبعا هو عبقري، بس ياخد اللي هو عايزه.